السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق لحصة التعبير الكتابي. هذه الحصة تندرج ضمن الأسبوع الرابع من الوحدة الأولى مغاربة العالم، المرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس. إذن موضوع التعبير الكتابي لهذه الحصة تلخيص نص إخباري. إذا تلخيص نص إخباري، بداية نقرأ النص. أبطال من مغاربة العالم، أبطال من مغاربة العالم. تدل مشاركة رياضيين ورياضيات من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية على مدى مساهمة المهاجرين المغاربة في تزويد وطنهم مغربي بكفاءات عالية المستوى في جميع المجالات. سأعيد، أظن أني قرأت بسرعة. إذن أبطال من مغاربة العالم، تدل مشاركة رياضيين ورياضيات من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية مدى مساهمة المهاجرين المغاربة في تزويد وطنهم المغرب بكفاءات عالية المستوى في جميع المجالات. إن تألق رياضيين مغاربة في دول المهجر طعم البعثة الأولمبية المغربية بأبطال في مختلف الرياضات اختاروا الدفاع عن قميص وطنهم، وبهذا أكدوا مدى ارتباط مغاربة العالم ببلدهم الأصلي. وهكذا أثبتت الهجرة المغربية قدرتها على أن تكون مزودا للكفاءات التي يحتاج إليها المغرب. أخططوا وأستعد لتلخيص النص. إذن أشرح الكلمات الآتية: تزويد، تألق، موردا. إذن تزويدي مادي، تألق إحراز نجاح وتفوق، مورد منبع، تألق. إذن تزويدي مادي، تألق إحراز نجاح وتفوق، مورد منبع. على ما تدل مشاركة المغاربة في الألعاب الأولمبية؟ إذن تدل مشاركة رياضيين في الألعاب الأولمبية على مساهمة المهاجرين المغاربة في تزويد وطنهم المغرب بكفاءات عالية المستوى في جميع المجالات. إذن تدل مشاركة المغاربة في الألعاب الأولمبية على مساهمتهم في تزويد وطنهم المغرب بكفاءات عالية. يمكن أن نضيف في جميع المجالات. السؤال الثالث: في أي مناسبة تظهر مساهمة رياضيين من المهجر في خدمة بلدهم؟ إذا تظهر مساهمة الرياضيين من المهجر في خدمة بلدهم بمناسبة تألقهم ضمن البعثة الأولمبية المغربية واختيارهم الدفاع عن القميص الوطني المغربي. أكمل خطاطة النص بكتابة الجملة المناسبة لكل فقرة. إذن زود مهاجرون المغاربة بلدهم بكفاءات. إذن تألق الرياضيين المغاربة في دول المهجر واختيارهم للقميص الوطني. إذن تألق الرياضيين المغاربة في دول المهجر واختيارهم للقميص الوطني. إذا كان للهجرة دور في كفاءة المغرب العالية. إذا الانفتاح على المهاجرين الراغبين في جعل كفاءتهم رهن إشارة بلدهم الأصلي. إذا زود المهاجرون المغاربة بلدهم بكفاءات. تألق الرياضيين المغاربة في دول المهجر واختيارهم للقميص الوطني. كان للهجرة دور في كفاءات المغرب العالية. الانفتاح على المهاجرين الراغبين في جعل كفاءتهم رهن إشارة بلدهم الأصلي. إذن أنجز المحاولة الأولى لألخص النص. أحذف من النص الكلمات والجمل الزائدة، ثم أعتمد عناصر الخطاطة التي أعددتها لأكون ملخصا للنص.
إذن مد المهاجرون المغاربة بلدهم بكفاءات في الألعاب الأولمبية بعد تألقهم في بلدان المهجر، حيث اختيارهم للقميص الوطني يؤكد خدمة وطنهم وارتباطهم به. وهكذا أثبتت الهجرة دورها في تزويد المغرب بالكفاءات العالية، ومن أجل الانفتاح على الشباب المغربي المنتشر يجب بذل المجهود المضاعف لجعل كفاءاتهم رهن إشارة بلدهم. إذا مد المهاجرون المغاربة بلدهم بكفاءات في الألعاب الأولمبية بعد تألقهم في بلدان المهجر، حيث اختيارهم للقميص الوطني يؤكد خدمة وطنهم وارتباطهم به. وهكذا أثبتت الهجرة دورها في تزويد المغرب بالكفاءات العالية، ومن أجل الانفتاح على الشباب المغربي المنتشر يجب بذل المجهود المضاعف لجعل كفاءاتهم رهن إشارة بلدهم. إذن أربط بين فقرات النص لألخص الموضوع في حجم لا يتجاوز ربع النص. إذن باستعمال الروابط لا شك أن دليل، ومن أمثلة ذلك في ذلك، من هنا لهذا لا بد. إذن باستعمال الروابط لا شك أن مشاركة الأبطال من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية دليل على مشاركتهم في تزويد وطنهم بالكفاءات، ومن أمثلة ذلك تألق رياضيين مغاربة في مد البعثة الأولمبية بأبطال في مختلف الرياضات. من هنا أثبتت الهجرة قدرتها على أن تكون مزودا للمغرب بالكفاءات، لهذا لا بد من بذل مجهودات من أجل الانفتاح على المهاجرين الراغبين في جعل كفاءتهم رهن بلدهم إشارة بلدهم. رهن إشارة بلدهم. سأعيد قراءة الترخيص مع استعمال الروابط. لا شك أن مشاركة الأبطال من مغاربة العالم في الألعاب الأولمبية دليلا على مشاركتهم في تزويد وطنهم بالكفاءات، ومن أمثلة ذلك تألق رياضيين مغاربة في هذه البعثة الأولمبية بأبطال في مختلف الرياضات. من هنا أثبتت الهجرة قدرتها على أن تكون مزودة للمغرب بالكفاءات، لهذا لا بد من بذل مجهودات من أجل الانفتاح على المهاجرين الراغبين في جعل كفاءاتهم رهن إشارة بلدهم. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.